برحب بحضراتكم. دايما الإرادة بتعمل المعجزات وبتخلي الولاد عندهم يعني بصراحة صلابة وقوة. وبرجع أقول تاني، هو دور الأسرة برضو، يعني الولد لما أو البنت بيتفوقوا اللي عندهم قدرات خاصة ما بيكونش منهم لنفسهم، بيبقى في داعم ودافع وهي الأسرة. واحنا طبعا من هنا من برنامجنا بنحيي أي أم وأي أب بيدعموا أولادهم. طبعا زي ما حضراتكم متعودين معايا، أنا بيبقى معايا في كل حلقة طفل من ذوي القدرات الخاصة متميز، والنهاردة معانا الطفلة الجميلة هبة محمد. هي بطلة في ألعاب القوة وبطلة في السباحة وفنانة استعراضية، وبصراحة بنت زي السكر. اتعرفوا عليها دلوقتي معايا وشوفوا بقى هي بقى شاطرة ولا لأ في كل المجالات اللي أنا حكيت لكم عليها. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. طبعا يا هبه انا عارفه ان انت شاطره وشاركتي في حفله قادرون باختلاف واحد واثنين، وشاطره جدا في الاستعراض. عندك كام سنه؟ انا سنه من عندك كام سنه؟ انا سنه عندك كام سنه؟ انا سنه مش عارفه 14 سنه. 14 سنة. طيب في سنه كام؟ انا في سنه كام؟ انا مش عارفه. انا اولى اعدادي. شنتي لسه قايله لي انت نسيتي ولا مكسوفه؟ مكسوفه صح؟ انت في اولى ايه؟ اولى تاني. شاطره، برافو عليكي. قولي لي بقى، انت بتحبي تلعبي رياضه؟ بتلعبي رياضه ايه؟ سباحه وقوة. بتلعبي سباحه والعاب قوه. بتلعبي في نادي ايه؟ نادي السيره. نادي الجزيره. طيب انت بتحبي الاستعراض يا هبه؟ عملتي استعراض قبل كده ايه؟ تحيا مصر. تحيا مصر. وايه تاني؟ تحيا ايه؟ الحلوة؟ الحلوة صغننة. لسه صغننة، شاطرة، برافو عليكي يا هبة. طبعا عايزة أقول لحضراتكم إن هبة متميزة جدا وشاركت في حفلة قادرون باختلاف واحد وحفلة قادرون باختلاف اتنين. عايزين بقى نشوف مع بعض الحلوة لسه صغيرة. الحلوة لسه صغيرة. صغيرة. شفنا مع حضراتكم طبعا أمورتنا الحلوة هبة وهي بتعمل استعراض الحلوة لسه صغيرة في حفلة قادرون باختلاف. طبعا هبة متميزة جدا في الاستعراض وهي كانت في الصفوف الأولى من الحفلة. طبعا عايزة أقول لحضراتكم كمان إن هبة حاصلة على ميداليات كتيرة جدا، لأن هي طبعا بطلة سباحة وبطلة ألعاب قوة وبطلة في الاستعراض. ولو الكاميرا تجيب معانا الميداليات، الميداليات يعني أنا مش قادرة أشيلها ومش قادره يعني بصراحه كتيره جدا. بصوا حضراتكم، بصوا قد ايه التميز. فعلا فعلا هم قادرون، ولكن قادرون باختلاف.
زي ما حضراتكم شايفين الميداليات، وطبعا دي شهادات التقدير، هبه متميزه جدا دراسيا ومتميزه جدا في العاب القوى والسباحه، كل دي شهادات تقدير احنا مش عارفين نقول ايه عليها بصراحه، فعلا بطله، بطله جميله جدا ومتميزه، برافو عليكي يا هبه، انا مش مبسوطه قوي ان انت معايا النهارده. طبعا هوريكم تاني الشهادات برضو، شايفين؟ شايفين قد ايه هي متميزه؟ شايفين قد ايه الجمال؟ كل دي شهادات تقدير واخداها في البطولات اللي دخلتها، مركز اول سباحه، مركز اول العاب قوى، بجد بجد بنت متميزه جدا وانا فرحانه قوي ان هي معايا النهارده. قولي لي بقى يا هبه، عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ انا عاملين قوى بنت سباحه. عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ انا تشتغلي ايه؟ دكتوره. انت لسه قايله لي انت خايفه من التلفزيون ولا ايه؟ أيوة. هتلاقي دكتوره ان شاء الله تبقي احلى احلى دكتوره. بقول لك يا هبه بقى، انت عملتي استعراض تاني، انا عارفه انت عملتيه صح، كان اسمه ايه؟ بيوت السويس صح. عايزين نشوف مع حضراتكم بيوت السويس عملته برضو في حفله قادرون باختلاف واحد. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس. شفنا مع حضراتكم طبعا الاستعراض، هبه كانت بتقدمه في حفله قادرون باختلاف واحد، وهي طبعا في الصفوف الاولى برضو لان هي متميزه جدا في الاستعراض. وشفنا مع حضراتكم هي بيوت السويس، كان استعراض رائع جدا. ايه الجمال ده يا هبه؟ انت شاطره جدا جدا وفعلا فنانه استعراضيه. قولي لي بقى، ماما بتساعدك في ايه؟ بتوديكي ايه؟ معايا النادي. بتوديكي النادي. ايوه كده، ايوه كده، انت عايزه تجاوبي بس خايفه. خايفه ليه يا هبه؟ لا مش خايفه. طيب في ايه بس؟ قولي لي بقى، تحبي تقولي لبابا وماما ايه؟ معايا بابا معايا. ما من انت مني تعزي انا زهر السرير. بحبك يا بابا وبحبك ايه؟ ماما. قولي تاني. بحب ماما. وبتحبي مين تاني؟ بحب بابا. انت عملتي استعراض بقى في حفله قادرون باختلاف واحد برضو، كان جميل جدا، اسمه تعيش تحيا مصر او نعيش لمصر صح. طيب عايزين بقى نشوف مع حضراتكم تحيا مصر. وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن. شفنا مع حضراتكم استعراض تحيا مصر، وشفنا قد ايه هبه متميزه، هبه متميزه جدا في الاستعراض، بدليل ان هي متميزه ان هي بتحضر حفله قادرون باختلاف وبتطلع تعمل عروض استعراضيه فيها. وطبعا يرجع الفضل لله طبعا اولا، ثم لباباها ومامتها. انا بوجه التحيه والشكر لبابا وماما ولكل ام واب بيتعبوا مع اولادهم، عشان فعلا هم يستحقوا ان احنا نتعب معاهم، وبيطلع منهم نتيجه جميله جدا. هبه انت مكسوفه ليه النهارده؟ مش مكسوفه؟ طيب هتيجي معايا بعد كده في حلقات تانيه وتاخدي ميداليات تاني كده كتيره، بس تبقي شاطره وما تتكسفيش. خلاص؟ انا مبسوطه جدا منك يا هبه، نورتيني في البرنامج، وان شاء الله تكوني معايا ايه في حلقات تانيه كتيره. ونشكر ماما وبابا على كل المجهود اللي هم عاملينه معاكي، شرفتيني يا حبيبتي. في نهايه الحلقه بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من ماما شادو.